تأثر دولتين من الدول العظمى ومعترفة بالعملات الرقمية منها ألمانيا واليابان. هذه من إحدى الدول اللي تعترف بهذه العملات، كندا تعترف فيها بعض المقاطعات. المنصة الشهيرة لتداول العملات الرقمية هي موجودة في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية. سلفادور مثلا هي الدولة الأولى اللي اعترفت بها رسميا وأصبحت تدفع حتى الرواتب، وحتى يعني أصبحت جزء من العملة الرسمية أو موجودة. نعم، تداول في الولايات المتحدة، يعني لها سوق، يعني مثل سوق الأوراق المالية في نيويورك مثلا. أخي يوسف، الآن في صرافات آلية، نعم، تسحب العملات يعني وتقايض، يعني إذا لك حساب بالبيتكوين تسحب الدولارات، تسحب أي